السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء الأول من محاضرتنا اليوم في مادة الاقتصاد الهندسي. في آخر محاضرة أو المحاضرة قبل الأخيرة بدأنا بشابتر 5 وذكرنا أننا بدنا نعتمد على الـ Present Worth Analysis للمقارنة بين Different Alternatives لاختيار Alternative أفضل. زميلكم ليث بيسأل عن مدة الكويز وكم سؤال اللي مفروض يكون يوم الأحد أظن. لسه والله ما حددت لسه لا مدة الكويز ولا كم سؤال. ذكرنا إيش ممكن يكون عندنا type of proposed projects mutually exclusive أو independent projects. ذكرنا الفروقات بينهم. ذكرنا أيضا types of cash flow estimates ممكن يكون revenues and costs projects or cost only projects. زميلكم بيسأل عن مادة الكويز القادم راح تكون بشابتر 4. تمام في زميلكم أيضا ذكرنا لو كان عندي مجموعة من الـ Independent Projects نقدر نشكل منهم 2 to M Mutually Exclusive Alternatives. ذكرنا مثال لو كان عندي 3 Projects كيف بتشكلوا الـ Alternatives المختلفين منهم. غطينا برضو Section 5.2 Present Worth Analysis of Equal Life Alternatives. ذكرنا أنه Requirement مهم جدا Equal Life و Equal Service ضروري أنه يتحقق. وبعد هيك مطلوب منا نحسب Present Worth باستخدام MARR على إنها I. Guidelines of ME Alternatives كانت لكل Alternative بدنا نحسب الـ BW إذا كانت أكبر من صفر في حال إنه Revenue-based Alternatives then MARR is met وهذا الـ Alternative is justified يتم اعتماده مبدئيا. بعد هيك for two or more Alternatives اللي تم اعتمادهم max BW less negative lower cost or more positive large revenue is selected. نختار الالترناتيف الأفضل بالاعتماد على لو كان cost based project نحكي على الأوفر الأقل تكلفة less negative. ولو كنا بنحكي عن revenue based هون بنحكي عن more positive more revenue more profit بيعطيني أرباح أكثر هو الخيار الأفضل. طبعا غطينا مثال في محاضرة سابقة لتحديد الخيار الأفضل وكان هذا المثال هو example 5.1. اليوم إن شاء الله نبدأ في Section 5.3 BW Analysis of Different Life Alternatives. إحنا حكينا Equal Life Requirement أو Equal Service Requirement شيء مهم جدا ويجب أن يتحقق لما بدنا نقارن بين بدائل مختلفة لاختيار البديل الأفضل. BW of the alternatives must be compared over the same number of years and must end at the same time to satisfy the equal service requirements.
for cost alternatives, failure to compare equal service will always favor the shortest lived mutually exclusive alternative. بحكي لي شرط أساسي إنه نحسب الـ BW للـ alternatives with the same life. وبحكي لي في حال الـ cost-based alternatives للمقارنة بينهم لو كانوا على فترات مختلفة دائما راح يتم اختيار الـ alternative ذو الفترة الأقل لأنه راح يعطيني تكلفة أقل. Equal service requirement is satisfied by two methods. طريقتين ممكن نحقق عن طريقهم أو باستخدامهم الـ equal service requirement. Least common multiple period of time LCM اللي هي المضاعف المشترك الأصغر. كيف يعني؟ لو كان عندي مجموعة من الالترناتيفز الأول 2 years الثاني 3 years والثالث 4 years بالاعتماد على LCM المضاعف المشترك الأكبر احنا بحاجة نعرف ايش المضاعف المشترك الاكبر لهي الارقام كاملة. فالاثنين لو صرنا نضاعف فيها شو راح تعطي؟ 2 4 6 8 10 12 14 16 تستمر طبعا. الثلاث ثلاث ستة تسعة 12 15 18 وتستمر. أيضا عندنا الأربعة إيش من مضاعفاتها؟ 4 8 12 16 20 24 21 24 إذن من مضاعفات هاي الأرقام بالنسبة للاثنين 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 الثلاث 3 6 9 12 15 18 21 24 الأربعة 4 8 12 16 20 24 لاحظوا إيش الـ common numbers between the three numbers اللي قدامنا في عنا رح يلتقوا عند الرقم 12 لأنها 12 موجودة في الثلاث حالات رح يلتقوا أيضا عند الرقم 24 جميع هاي الأرقام تلتقي بالمضاعفات عند الرقم 24 لكن إحنا بنحكي إيش؟ نحكي least common factor هذول الاثنين الآن 12 و24 هما common factors لكن لما نحكي عن least common factor بدنا أصغر رقم قيمة بيلتقوا عنده بهاي الحالة هو الرقم 12 طيب إحنا عندنا 3 different alternatives على فترات حياة مختلفة 2 و 3 و 4 كيف بدنا نستخدم 12 يعني شو العلاقة بين 12 و 2 بفترض
لو اخترت الالترناتيف صاحب الاثنين years صاحب السنتين ونفذته 6 مرات راح يتكرر لغاية 12 سنة. طب بشكل أدق نفرض انه الالترناتيف رقم 12 او رقم اللي بده اللي فترته سنتين، نفترض انه فيه بي دبليو مقدارها سالب 1000 و في عندي سلفيج فاليو مقدارها 200 دولار. لو كانت هاي القيم اللي بتمثل لي هذا المشروع نقدر نرسم كاش فلو. نقدر نحكي انه عند السنة صفر اول سايكل من هذا المشروع وين راح تكون؟ راح تكون على الفترة هاي خلال اول سنتين. عند السنة صفر 1000 دولار، وعندي عند السنة الثانية 200 دولار السلفيج فاليو. طيب لو كررنا نفس المشروع على سنتين إضافيات، يعني لو مدينا لغاية 4 سنوات من هون لأربع سنوات، بالنسبة للسايكل الثانية عندي بالنسبة إلها السنة صفر هي السنة 2 اللي هي قبل الفترة هاي، بداية الفترة السنتين هذول بدايتهم عند الرقم 2، راح يكون في عندي هون 1000 present worth للمشروع الثاني، راح يكون عندي عند السنة الرابعة 200 salvage value. طيب لو أيضا بدنا نأخذ المشروع نفسه على سنتين إضافيات عند السنة السادسة، هسا السنة 5 و6 الصفر بالنسبة لهم أو البريزنت هو at time 0 عفوا at time 4، فراح يكون عندي هون 1000 داون فلو، وعندي بنهاية الفترة عند السنة السادسة 200 upward arrow inflow وهكذا. راح نضل نكرر هاي العملية لمتى؟ لعند آخر فترة. آخر فترة راح تكون 11 و12 هون، عند 11 و12 راح يكون عندي ايضا سلفيج فاليو، والفتره اللي قبلهم اللي هي بدايه الفتره 11 ل12 راح يكون عندي بريزنت وورث. كذلك الامر للفتره السابقه لها، في عندي هون سلفيج فاليو، في عندي بريزنت وورث، في عندي سلفيج فاليو، في عندي بريزنت وورث. اذا بهذه الطريقه قدرنا نمثل البروجكت اللي السيرفيس له او اللايف له سنتين على 12 سنه. لو بدنا نستخدم هذا الالترناتيف نفسه على 12 سنه كيف بصير؟ لاحظوا احتجنا كم سايكل، هاي اسمها سايكل، اول 2 years اللي بعديهم another cycle 2 3 cycles 4 cycles 5 cycles 6 cycles. راح ننفذ هذا المشروع 6 مرات حتى يستمر من السنة صفر إلى السنة رقم 12. بنفس الطريقة راح نشتغل على
الالترناتيف الثلاث سنوات، لاحظوا الثلاث سنوات هو راح يمثل سايكل اثنين ثلاث أربعة سايكل راح يوصلون عند 12. بالنسبة للمشروع صاحب الأربع سنوات راح نمثل منه 1 سايكل 2 سايكلز 3 سايكلز، راح يمثلوا ال 12 سنة ب 3 سايكلز and that's it. هذا في حال اعتمدنا للحصول على equal service requirement اعتمدنا على LCM least common factor المضاعف المشترك الأصغر. أيضا في إشي ثاني ممكن نعتمد عليه أو نستخدمه لتحصيل equal service requirement ما يسمى بال study period أو planning horizon. Compare PW of alternatives using a specified study period of n years. كيف يعني؟ يعني في مثال لنفسه اللي كان في عندي 3 alternatives 2 years 3 years and 4 years لو اجى حكالي بدي اقارن بينهم على فرض انا بدي اختار واحد منهم وانفذه فقط على سنتين، يعني بدي استخدم 2 years على الأول أو 2 years the first 2 years من الثاني أو the first 2 years من الثالث، فبالنهاية أنا بستخدم equal service requirement. طيب خلينا ندخل بقليل من التفاصيل. LCM approach assumptions the service provided will be needed over the entire LCM years or more. إذا السيرفيس بروفايدد على طول ال LCM الرقم اللي راح يطلع معي as LCM. The selected alternative can be repeated over each life cycle over of the LCM in exactly the same. Cash flow estimates are the same for each life cycle. زي ما شفنا قبل قليل كان في عندي present worth و salvage value. راح يكون في عندي present worth و salvage value على كل life cycle. A study period analysis is necessary if the first assumption about the length of the time the alternatives are needed cannot be made. يعني إذا ما كنا بنقدر نطبق LCM الخيار البديل هو study period. All cash flows occurring beyond the study period are ignored. أي cash flows موجودة بعد الرقم اللي أنا استخدمته ك study period بهملها، ما بتدخل معي بحساباتي. Example. خلينا نشوف هذا الـ example اللي راح يوضح لي التفاصيل اللي ذكرناها. 5.3. لاحظوا بهذا المثال أعطاني 2 alternatives ذكر لي عندي vendor A و vendor B وذكر لي أيضا عندي ال first cost هي عبارة عن -$15,000 بالنسبة ل A و -$18,000 بالنسبة ل B. أيضا ال annual maintenance and operating costs per year هو عبارة عن -$3,500 for the first alternative and -$3,100 for the second alternative. This is annual uniform value. ايضا ايش في عندي بالنسبه للتو alternatives A and B؟ عندي السلفيج فاليو بالنسبه ل A $1,000
بالنسبة لبي 2000 دولار. هاي المعطيات عن كل الترناتيف. الآن ذكر لي اللايف أو اليرز هي عبارة عن 6 سنوات للخيار الأول وتسع سنوات للخيار الثاني. إذن أول شيء لازم ننتبه له في مثل هذا السؤال إنه اللايف أو السيرفيس are not equal، وأنا بحاجة إني أتعامل مع equal lives. خلينا نشوف المطلوب الأول. Determine which vendor should be selected on the basis of a PW comparison if the MARR is 15% per year. لاحظ ما جاب سيرة اللايف ولا ذكرها. حكى لك قارن بين التو alternatives بالاعتماد على البي دبليو باستعمال MARR 15%، حدد لي من الخيار الأفضل. تمام؟ معناها أنا لوحدي راح أعرف إني مفروض أستخدم LCM. LCM بين الستة والتسعة إيش؟ الست لو بدنا نضاعفها شو بتعطيني؟ 12، أو ابتداء من الستة بعدين 12 بعدين 18. طيب بالنسبة للتسعة هي عبارة عن 9 و18. إذن هم راح يلتقوا. صحيح يا محمد رباع، بدنا 3 cycles من الـ 6 أو من الـ vendor A حتى يوصلوا لـ 18 للرقم LCM اللي بيمثل نقطة التقائهم. فلاحظوا هم التقوا عند الرقم 18. بالنسبة للـ vendor A راح نحتاج منه 3 cycles. بالنسبة لفيندور بي راح نحتاج 2 cycles عشان يوصلوا للرقم 18. طيب ماذا يعني؟ يعني بدنا ناخذ أول life cycle على أول 6 سنوات. عندي هذا الرقم عند السنة صفر، وهذا الرقم من 1 لـ 6، وهذا عند الستة. تمام؟ يعني أول رقم راح يكون at 1، عفوا at 0 اللي هي at present. ثاني رقم راح يكون على الفترة من 1 إلى 6. والرقم الأخير راح يكون عند السنة السادسة تحديدا اللي هو السلفيج فاليو. ولاحظوا السلفيج فاليو هون كان بوزيتيف لأنه إن فلو، والباقيين نيجاتيف لأنهم أوت فلو. تمام؟ طيب هاي بالنسبة للفيرست يير، عفوا فيرست سايكل. طيب السكند سايكل راح يكون عندي عند السنة السادسة نفسها ناقص 15,000 اللي هي اللي بريزنت للنكست سايكل. عندي على امتداد السنوات من 7 إلى 12 راح يظل عندي الانيوال موجود ناقص 3500. وعندي عند السنة رقم 12 بنهاية السكند سايكل عندي السلفيج فاليو اللي هي 1000 بوزيتيف. كذلك الأمر راح يتكرره من عند 12 ل 18. وبنفس الطريقة راح نستخدم 2 cycles للفندور B. هون بيوضح لي هاي التفاصيل. إذن at time 0 لاحظوا أنا عندي كم life cycle هون. هاي أول life cycle،
وهاي الثانية بتكرر فيها كل شيء من الأولى، وهاي الثالثة برضو بتكرر فيها كل شيء من الأولى أو الثانية. عندي 3 life cycles، معناها لكل life cycle في بدايتها أنا إيش عندي؟ عندي present worth. فلاحظوا ال 15000 كانت عند صفر وعند 6 وعند 12 ببداية كل life cycle، وبنهاية كل life cycle إيش عندي؟ عندي ال 1000 دولار. فهي راح تكون بنهاية السايكل الأولى عند السنة السادسة، وهي بنهاية الثانية عند السنة رقم 12، وهي بنهاية الثالثة عند السنة رقم 18. أيضا لاحظوا الإيه ما بتغلبنا كثير، الإيه هي ثابتة من السنة الأولى للسنة السادسة، بترجع تستمر من السابعة لرقم 12، بترجع تستمر من سنة رقم 13 لعند سنة رقم 18. إذا هي مستمرة على طول الفترات ابتداء من السنة الأولى وحتى السنة رقم 18، دائما عندي إيه مقدارها 3500 بالنيجاتيف. لهيك لما نيجي بدنا نحسب الـ present worth للـ alternative A بنحكي بدنا الـ equivalent value للـ future amount هاي at time 0، للـ future amount هاي at time 0، للـ future amount هاي at time 0. إيش عندي كمان؟ عندي هاي أصلاً موجودة هون جاهزة، برضو بنحسب الـ equivalent لهذا الرقم at time 0 والـ equivalent لهذا الرقم at time 0. أيضاً عندي بالنسبة لـ A بحسب الإكويفلنت عندها بمعادلة واحدة، بستخدم الفاكتور B given A وبستخدم عدد السنوات 18 سنة وبستخدم الرقم 3500. لذلك راح نشوف إنها ال 15000 الموجودين أصلاً at time 0 بيضلوا زي ما هم، ما بنضربهم بأي فاكتور. ال 15000 اللي موجودين عند السنة رقم 6 نضربها بفاكتور B given F 15% 6 سنوات، وال1000 السلفيج فاليو أيضا نضربها بالفاكتور B given F 15% 6 سنوات. طيب عندي أيضا ال 15000 الموجودين هون عند السنة رقم 12 بضربهم بالفاكتور B given F 15% على 12 سنة، وعندي الألف الموجودة هون بضربها بالفاكتور B given F 15% 12 سنة، وعندي الألف الأخيرة اللي موجودة هون بضربها على 18 سنة بالفاكتور B given F. ولاحظوا بالنسبة لـ A استخدمنا مرة واحدة فاكتور إلها بمثل لي B given A 15% with 18 years and that's it. بهاي المعادلة نقدر نحسب الـ equivalent present worth value for all these cash flows. خلينا نتوقف قليلا حيث أنهينا الجزء الأول من محاضرتنا اليوم، ادخلوا معي مباشرة على الجزء الثاني بنفس الـ ID والباسورد علشان نتابع محاضرتنا. يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.